مرحبا بكم في هونج كونج يا جماعه. هنا محل الفرغلي بس بتاع هونج كونج حبيبي. هنا الراجل يا جماعه ده بيبيع احلى عصير قصب في هونج كونج كلها. الكوبايه زي ما انتم شايفين ب 12 دولار هونج كونج، يعني حوالي 11 جنيه ونص مصري. امير العم فرغلي بتاع هونج كونج ده راجل دخل، عايزين نظبطه في مصر يا جماعه. واي واحد يجي هونج كونج ان شاء الله لازم يجي يشرب قصب. هنا عاملين قصب بتاع عمنا قصب، عمنا فرغالي بتاع هونج كونج. شوفك على خير يا عم. سلام عليكم. سلام.